لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الحرمين. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن صديق قديم لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه البريد السعودي. هذا البريد والذي كان من خلاله ولا زال حجاج بيت الله الحرام يرسلون رسائلهم لأهليهم وذويهم، فأهلا ومرحبا بكم. لولاك يا ربي هلاك لبيك قد لبيت لك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلا كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أو لبى فلك لبيك قد لبيت لك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك. يكون البريد السعودي دائما في خلال موسم الحج يقدم خدماته بشكل كبير على نطاق المنطقة المركزية داخل المدينة المنورة، امتدادا لجميع الخدمات اللي يقدمها للحاج منذ وصوله في المنافذ البرية وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق توجيهات من القيادة في المؤسسة برئاسة رئيس مؤسسة البريد السعودي دكتور أسامة ألطف، الممتدة من توجيهات معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تسهيل وتيسير أمور الحجيج منذ دخولهم إلى المملكة العربية السعودية. البريد السعودي في المدينة المنورة يتواجد خلال موسم الحج في 6 مراكز داخل المنطقة المركزية، يقدم خدمتين رئيسية هي خدمة بيع سندات الهدي والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام، وخدمة شحن الطرود بأسعار مخفضة عن الأسعار العادية المتداولة في طوال السنة. ولله الحمد هذا العام نقدم يقدم الزملاء في البريد السعودي الشباب السعوديين الخدمة بشكل إيجابي، يصلون الآن إلى الوصول إلى 5000 طرد خلال الموسم الأول تم شحنها. آلية الخدمة اللي يقدمها البريد السعودي هو أن يتم استلام الطرد من الحاج وتصديره مباشرة في نفس اليوم إلى الدولة، بحيث أن الحاج وهو متواجد في منطقة المدينة المنورة يجد أن بعيثته أو إرساليته أو هديته وصلت إلى الدولة بشكل في نفس اليوم. طبعا البريد السعودي يقدم خدمات تقنية عالية جدا من ناحية الخدمات اللي يلتمسها الحاج، فهو يقدم محدد ملاحي خاص بالحج والعمرة اللي هو للاستدلال المكاني، يحتوي على جميع الفنادق، يحتوي على جميع المواقع السياحية، يحتوي على جميع المساجد. يستطيع الحاج يتكون يستطيع الحاج استخدام هذا المحدد على الجوالات الذكية سواء على نظام الأندرويد أو الأبل. يحتوي البرنامج هذا على حوالي 16 لغة يتم استخدامه ب 16 لغة، أي حاج لا تعيق اللغة في استخدام النظام. هذه أحد البرامج التقنية اللي يقدمها البريد السعودي للحاج من خلال التقنية. أيضا في نفس خدمات الهدي طبعا السندات كلها إلكترونية، لا يوجد سندات ورقية،
من نقاط البيع يستطيع الحاج فقط أن يقدم مبلغ 450 ريال، ثم يجد السند الإلكتروني مرتبط من البنك الإسلامي للتنمية. أيضا البريد السعودي يقدم خدمات خدمة الشحن وفق نظام تقني اللي هو وجود باركود ورقم للطرد، سواء كان بريد طرد عادي أو كان بريد ممتاز، بحيث أنه الحاج مجرد أنه يستخدم تطبيق البريد السعودي على الجوال يقوم بعملية تقفي أثر، يكتشف أنه البعيثة وصلت وغادرت المكتب ووصلت إلى المستلم النهائي في دولته. فهذه يعني الأمور التقنية اللي وصل لها البريد السعودي على مستوى عالي جدا. قف بالطواف، قف بالطواف وناجي ربك يا هو، إن الكريم يجيب من نادى. واقصد بطاعته رضاه، واقصد بطاعته رضاه، فلم يزال. واقصد بطاعته رضاه فلم يزال بالجود يرضي طالبيه. واسأله مسألة وفضلا، واسأله مسألة وفضلا، فإنه مبسوطتان، فإنه مبسوطتان، مبسوطتان لسائرين يداه. هو أول، هو أول، هو آخر، هو أول هو العافية. ومعانين في خدمة حجاج بيت الله الحرام. والله الحمد لله هذا واجب لنا وفخر نفتخر في خدمة حجاج بيت الله الحرام. بارك الله فيكم. طيب بداية نبغى نتعرف عن هذه المنطقة وعن الخدمات اللي بتقدموها لضيوف الرحمن. الخدمات زي ما أنت شايف عبارة عن استلام من نعم. قسم الترحيل. هذه منطقة المعالجة اسمها. تعتبر منطقة المعالجة. تتكون منطقة المعالجة من كثير من الأقسام. أول قسم عندنا هنا قسم الترحيل. قسم الترحيل هو البوابة الرئيسية لاستقبال واستلام الطرود. الترحيل. الترحيل استلام وتسليم الطرود. يبدأ الترحيل عندنا من هذا القسم، نستلم الطرود ومن ثم ندخلها في الصالة لمعالجة الطرود. جميل. المعالجة تتم عن طريق تأكد من الوزن الفعلي للطرود، إدخالها في النظام. جميل. تأكد من البلد المتوجه لها الطرود وتصحيحها إن كان هناك أخطاء، لأن يعني طرود متجه دوليا لابد أن نتأكد 100% أن تكون راح لوجهتها السليمة. جميل جدا. طيب الآن اللي يبغى يرسل إرسالية من حجاج بيت الله الحرام من خلال النقاط المنتشرة في المدينة ومكة والمشاعر المقدسة، بتمر هذه العملية في عدة مراحل، نود أن تحدثنا عن هذه المراحل. زي ما احنا عارفين في حملة تسويقية قائمين فيها في البريد السعودي، التقاط البريد من المنطقة المركزية من حجاج بيت الله الحرام. طبعا الطرود يعني يتم جلبها الى المنطقه عندنا زي ما تفضلت انا سابقا عن طريق الترحيل، ومن ثم معالجتها هنا. المعالجه تتم كالاتي: اول شيء مطابقه الوزن عن طريق الميزان.
جميل. هذا الميزان اللي هو الميزان المعتمد. الميزان المعتمد لأن جميع الطرود يعني تورد لنا موجود عليها رقم فعلي. جميل. اللي هو الوزن الفعلي. لابد مطابقة الوزن والتأكد من هذا الوزن. من هذا الوزن. جميل جدا. ومن ثم تدخل نعم. في الجهاز وتربط بربطة العنق. جميل. كما نرى هنا هذه ربطة العنق وهذه البطاقة الرئيسية للطرد. طيب كيف يتم التعامل مع ربطة العنق ومع هذه البطاقة؟ هذه تقرأ بالباركود اللي هو القارئ الآلي للباركود هذا ويربط هذا الرقم برقم البطاقة. أيوة. لأن هذا الرقم اللي موجود في ربطة العنق لابد أن يكون مطابق للبطاقة لأن نفس الطرد سوف يوضع في كيس واحد. نعم. اللي هو كيس جميل. الشحن. طيب هذه الفائده من ربطه العنق اللي هو بيتم اقفال الكيس من خلال هذه الربطه. أيه. جميل. طيب وهذه البطاقه هذه فيها جميع بيانات الطرد جميع بيانات الطرد المدخله بالسيستم والمدونه على نفس الطرد. في طبعا في الوزن وفي نفس الدوله المتجهه لها الطرد ورقم الطرد والسي بي خاص بالطرد. طيب انتم هنا تعتبروا هذه المنطقه منطقه فرز يعني استلام الطرود من الميدان وتأتي هنا للفرز لديكم. هو تعتبر منطقة معالجة. المعالجة تشمل الفرز والتصحيح والتدقيق والإرسال بإرساليات صادرة تعتبر. جميل. الطرود تأتي من غير إرساليات. الطرود تأتي بعناوين فقط عناوين. هنا في هذه المنطقة نقوم بجمع الطرود هذه وتكوينها كإرسالية كاملة مكملة للترحيل. الترحيل طبعا بعد كذا هو المسؤول عن توجيه هذه للمطار. نعم. انا بشوف مجموعه من الزملاء هنا بيعملوا في عمليه الفرز اعتقد عمليه الربط حاليا عملية في الجهاز. نعم. ايش دورهم بعمليه الربط هذه؟ والان كما ذكرنا سابقا طباعه هذه الطابعات يسموها طابعه الزيبرا هذه تقوم بطباعه الملصق الذي تحدثنا عنه ملصق السي بي وربطها كما تفضلنا سابقا بربطة العنق. مشاهدينا الكرام نتواجد الآن في محطة الطرود البريدية. أخوي رايد نود أن تحدثنا عن هذه المحطة والتي تخدم حجاج بيت الله الحرام والزوار بشكل عام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. المحطة هذه خدمة جديدة نازلة الآن تخدم الزوار وحجاج بيت الله الحرام وتخدم أيضا المواطنين وتسهل عليهم خدمة الاستلام. جميل. حيث أن المراجع أو المواطن أو الزائر إذا جاء حب يستلم الطرد تكون معاه شغالة لمدة 24 ساعة يقدر يستلم بأي وقت. طريقة المحطة وطريقة استخدامها إلكترونية. إلكترونية طبعا زي جميل. ما انت شايف قدامك هنا تيجي رسالة للعميل تفيد بوجود طرد برقم المادة برقم جواله بأبليكيشن للموقع كامل. جميل. يجي العميل طبعا زي ما انت شايف قدامي يضغط على كلمة استلام يحط رقم الجوال اللي جت عليه الرسالة. جميل. أيضا برقم السري اللي جت بنفس الرسالة الموجودة يضغط على كلمة السلام تفتح مع أحد الأدراج هذه الموجودة قدامكم يقدر يستلم الطرد حقه في أي وقت بكل سهولة بسهولة إن شاء الله. هذا نموذج للطرود نعم هذه نموذج للطرود أو الرسائل اللي يقدر يستلمها العميل قدامكم زي ما أنتم شايفين. نعم تحكينا عن هنا مضاف شوف زي ما أنتم شايفين اسم العميل ورقم جواله وعنوانه. إحنا طبعا لما يكون أحيانا بعض العملاء يفضل أنه يستلم محطة الطرود. جميل. احنا نودع له بمحطة الطرود عشان يقدر يستلمها باي وقت على مدار 24 ساعه. على مدار 24 ساعه يقدر يستلم الطرد حقه برقم السري ورقم الجوال اللي جاء على جواله. جميل. خدمتكم لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في هذه الايام من خلال هذه المحطه وغيرها من النقاط التابعه لكم في البريد السعودي. طبعا هذه تقدر تخدم الحجاج زي ما قلنا لك في اي وقت تسهل عليه عمليه الاستلام بدل ما يمسك سيره مع المراجعين وهذا يقدر يستلم باي وقت كل يسر وسهوله متوفره يعني كذا فرع موجود في المدينه. شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية أستاذ نبيل في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. إحنا نتواجد الآن في أحد المواقع الميدانية كما يبدو. صحيح. تحدثنا عنه. صحيح. الله يحييكم يا أهلا وسهلا. صحيح. إحنا الآن متواجدين في أحد المكاتب التي وفرتها مؤسسة البريد السعودي خدمة حجاج المسجد النبوي الشريف ومسجد الحرام. مكتب التمور طبعاً إحنا متواجدين هنا بجوار سوق التمور لخدمة الحجاج طبعاً بالنسبة يتم عن طريقه شحن الطرود ونقدم خدمة أخرى اللي هي طبعاً هذا سوق التمور المركزي كما يعلم المشاهدين الكرام. صحيح. إنه هو مقصد الحجاج والزوار في هذه الأيام خاصة بيشتروا الهدايا من التمور ويرسلوها لأهلهم. صحيح. لكافة أقطار العالم. وهذا هذه الخدمة بيقدمها البريد من ناحية إرسال لهم هذه الطرود. صحيح. نعم. صحيح. جميل جداً. طبعاً الخدمة هذه بتقدم منذ قديم الأزل والبريد صديق الحاج منذ زمن بعيد. نود أن تحدثنا عن ما يقوم به الزملاء الآن هنا. طيب الاخوان الان يقوموا بكتابه العنوان البريد اللي يخصه. ايوه. ومن ثم يتم التخليص عليها عن طريق النقاط الالكترونيه. نعم. جميل. ومن ثم يتم ترحيلها في نفس الوقت للمعالجه ويتم. أيوة. ترحيلها مساء الى المطار لشحنها مباشره. طيب انتم في عندكم دائما مثلا هذا طرد بريدي جاهز اعتقد. صحيح. الآن كده اكتملت إجراءاته وهو جاهز للنقل. طبعا متواجدين على طول عندنا رحلات مجدولة يتم نقلها مباشرة لمركز المعالجة. أنا بشوف مجموعة من الشباب ما شاء الله تبارك الله بيقوموا بعملية تسويق من خلال منشورات للحجاج وتوعيتهم. صحيح. تحدثنا عن هذا الجانب. صحيح. عندنا فريق متكامل للتسويق منتشرين على كامل 24 ساعة على مداخل المسجد النبوي على جميع النقاط. بنسوق عن طبعا لدينا رقم موحد في البروشورات دي يتم الاتصال عليه من الحجاج ويتم خدمتهم حتى في مقر سكنهم. جميل جدا. طيب نبغى نتعرف اكثر عن آلية العمل لديكم في داخل هذا الموقع. طيب تفضل. احنا في هذا الموقع بيتم عملية الادخال الالكتروني على ما اعتقد. صحيح. بعد ما يتم كتابة العنوان البريدي اللي يرغب فيه الحاج ارساله لبلده يتم عندنا موظف مختص بهذه يتم ادخالها عن طريق النقطه لادخال السعر والوزن والوجهه الكترونيا يتم لكي يتم ربطها مع العمليات وبامكان الحاج تقفي اثرها يعرف فين هي وصلت بالضبط في اي مدينه عن طريق الاونلاين. طيب المده المستغرقه في عمليه ارسال الطرد البريدي؟ ابدا. احنا طبعا بفضل الله من العام الماضي اصبحنا وجهه تصدير مباشر من عن طريق المدينه المنوره عن طريق المطار. يعني مباشره بمجرد تخليصها على النقطه يتم تصديرها للعمليات ومساء تصدر الى المطار لشحنها جوا. نعم. صحيح. يعطيكم العافيه وجهد مبارك في خدمه ضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لكم. India. We have three packages for India. 10 from kilo? zero to 10. Okay. It's 105. Okay. And we have from 10 to 25. It's 150. Okay. Okay. And we have from 25 to 30. مشاهدين الكرام لا يخفى عليكم بأن البريد مر بمراحل عديدة وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المدينة المنورة زوار المسجد النبوي الشريف. من خلال هذا المتحف الذي نتواجد فيه سنتعرف كيف كان البريد وكيف كان حجاج بيت الله الحرام يراسل أهاليهم. مشاهدينا الكرام نتواجد الآن في متحف البريد والذي يحكي قصة تطور البريد ومراحله
وكما تعلمون ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يتواصلوا في السابق مع أهاليهم وذويهم عن طريق البريد لتوثيق رحلتهم وأيضا لإطمئنان أهاليهم عليهم من خلال البريد. حياكم الله أستاذ علي وسعداء جدا بتواجدنا معكم اليوم من خلال هذا المتحف والذي يحكي تطور البريد من العمل اليدوي إلى العمل التقني. نود بإجازة أن تشرح لنا عن مقتنيات هذا المعرض. طبعا المتحف متحف البريد السعودي في المدينة المنورة بيحتوي على بعض الأختام القديمة جدا اللي كانت في بداية العصر السعودي. فهنا عندنا مجموعة من الأختام. طبعا هذه الأختام تحتوي على تاريخ بدأت من منذ تأسيس المملكة العربية السعودية. بعض الأختام تحتوي على التاريخ وبعضها تحتوي على اسم المدينة المنورة. كانت تستخدم في الحج وكانت على الرسائل. كانت تستخدم بالحج وسواء على رسائل عادية أو مطبوعات أو طرود بريدية. جميل. نعم. طيب هذه كلها نماذج أختام. هذه أختام نعم من عام 1390 وقبل ذلك كمان. جميل. نعم تفضل. هذه أختام طبعا هذه ختم أنشئ من عام 1400 في المدينة المنورة. منطقة العذيب في العلا هذا ختم برضه عام 1395. جميل. وختم مسافر. نعم. طيب هذه أختام مختلفة أيضا وطوابع بريدية كانت تستخدم منها للحج ومنها لزيارة المدينة المنورة. نعم. أشاهد هنا بعض المواقع التاريخية في المدينة. هذه أختام تم تصنيعها في مناسبات معينة مثل عندنا هنا ختم أنشئ بمناسبة يوم الصحة العالمي للبريد الصادر. ختم مهرجان المدينة المنورة الثاني ختم خاص باليوم العالمي للبيئة. ختم بمناسبة المئوية مرور 100 عام المملكة. جميل. هذه الأختام يعني يتم إنشاءها لمناسبات معينة. هذه الطوابع طبعا برضو لها تواريخ معينة بفئات معينة. توسعة المسجد النبوي. نعم. غزوة الخندق. عن توسعة المسجد النبوي الشريف والمناسبات اللي حصلت في المدينة المنورة من الغزوات والفتوحات. أختام الحج هل لديكم أختام خاصة بالحج وبموسم الحج؟ طبعاً في أختام حديثة بس الأختام اللي عندنا هنا تعتبر بما أنه في المتحف بتكون تتكلم عن تواريخ قديمة. جميل جداً. بالنسبة للطوابع الطوابع البريدية هل هناك طوابع خاصة بالحج وموسم الحج؟ طبعاً البريد السعودي في كل موسم حج بيصدر طابع بريدي. في كل موسم. في كل موسم بينزل طابع بريدي تذكاري وبيتم توزيعه على مكاتب البريد ونحتفظ فيه برضه في مكتب هوات الطوابع. جميل جداً. هنا مجموعة من الأختام الأخرى. هذه طبعا نماذج للرسائل القديمه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تم وضعها في المتحف للزوار الكرام طبعا ياخذوا فكره عنها. جميل جدا. نعم. هنا طوابع اخرى. هذه طوابع طبعا قديمه من عام 1344 هجري. من فئه 2 قرش. تمام. في منها يعني مجموعه منوعه من الطوابع في نفس التاريخ هذا. جميل. هذه برضو رساله عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخاتم للرسول. هنا مجموعة أختام خاصة بإعادة البريد. طبعا البريد لما يجي عنوان غلط ولا شيء بيكون له ختم خاص للإعادة. الإعادة لنفس المرسل. الإعادة المرسل منه. نعم. هذه أختام برضو أنشأت لهذا الغرض. جدا. أنا بشوف هنا ما شاء الله تبارك الله صندوق قديم. هذه من الصناديق البريدية القديمة اللي كانت تستخدم. طبعا في صناديق البريد كانت توضع في الشوارع عندنا أو على أسطح المباني على جدران المباني. هذه الصناديق خاصة بإيداع البريد. جميل جدا. نعم. هذا الصندوق البريد من عام 1300 استخدم يعني من عام من 1380 الى 1390. هذا كان يعلق على الجدار. يعلق على الجدار. يعني في صناديق جداريه وصناديق توضع على اعمده في الشوارع. جميل جدا. ايضا هذه الاجهزه خاصه بايه؟ هذه اجهزه مجموعه الات كانت تستخدم في عصور سابقه في البريد. طبعا الان في الات متطوره كثير. جميل. في مراكز المعالجه مثل هذا عندنا اله لختم البريد. استخدمت من 1380 الى 1393 هجري. طبعا كانوا يجيبوا كميات من البريد يحطوها هنا وتم ختمه بالختم الالي. جميل جدا. هذا هذه برضه ماكينه بنفس الغرض. تختم برضه البريد تنحط البريد هنا بالكامل وبيتم ختمه وبيتصف بالطريقه هذه. جميل جدا. هذه برضه اله ختم استخدمت بتكون احدث من الاله اللي هناك. استخدمت الى عام 1400 هجري كانت تستخدم. جميل جدا. للبريد علاقة قديمة بحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان الحاج يمكث فترة طويلة هنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وقد شاهدنا معكم مشاهدين الكرام من خلال هذه الحلقة تطور البريد إلى هذه الوسائل التقنية التي نعيشها اليوم.
نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من المشاعر المقدسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شريك لك والحمد والنعمة لك، قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، رباه قد لبيت لك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، رباه قد لبيت لك، لبيك قد لبيت لك.